حين فتحها اعتبرت من الناحية الإدارية بأنها امتداد للمغرب. موسى ابن نصير كان والي المغرب، فإذن هذه المنطقة صحيح مع قيام الحكم الأموي على يد عبد الرحمن الداخل، الأندلس استقلت بنفسها والمغرب استقلت بنفسها أو بقيت على حالها. هناك تعبير لعله يكفينا قول الكثير، قالها مؤرخ عربي اسمه إبراهيم بيضون، يقول فيه أننا بإمكاننا أن نسمي المغرب بأنها الأرض التي تتمتع بالحصانة الجغرافية. للتوضيح، نحن نعرف أن إنسان يتمتع بالحصانة الدبلوماسية، اتفاقيات دولية، لكن كيف يتمتع الإنسان بالحصانة الجغرافية؟ المغرب أرض البعد وأرض التنائي، بمعنى أن أي واحد يستطيع وهو يحمل فكرة أو هدف بإمكانه متى ما تمكن من الوصول إلى المغرب فإنه سيتمتع بالحصانة الجغرافية، أي أنه يبتعد عن يد الخلافة الأموية في السابق والآن الخلافة العباسية حاليا. رأينا نماذج، عبد الرحمن الداخل ينجو بنفسه في تغريبته الطويلة ويدخل الأندلس ويصبح متمتعا بالحصانة الجغرافية. إدريس بن عبد الله في مواجهته مع العباسيين يتمكن من الوصول إلى المغرب الأقصى وينشئ حكم الأدارسة هناك، لكن هذه أهداف سياسية. لكن هناك أفكار ظهرت في المشرق ولم تتمكن من تأسيس سلطة لها هناك، ورأت في المغرب أرض الحرث والزرع. رأيناها في الخوارج، حاولوا أن ينشئوا لأنفسهم كيانات سياسية في المشرق، لم يتمكنوا، وصلوا إلى المغرب وأنشأوا بدلا من الدولة الواحدة 3 دول: الإباضية في تهرد، والصفارية في سجل ماسة، والأزرقية في المغرب الأقصى. لكن نحن نعرف أيضا أن من الحركات التي ظهرت في المشرق أيضا جوبهت بضراوة هي حركة التشيع. إذن الشيعة أيضا رأوا أن فرصة بروز دعوتهم هناك في أرض المغرب، أرض الحصانة الجغرافية. فإذن لا أخوض في تفصيلاتها، ولكنهم في نفس الفترة التي كنا نتكلم فيها عما كان يحصل في الأندلس ما بين 238 إلى السنة 300،
تمكن العبيديون من الوصول إلى المغرب واستمالة القبائل البربرية كتامة، وبدأوا يحققون لأنفسهم بداية محاولة لإقامة دولة. سرعان ما كبرت هذه الدولة. صحيح أنها لم تسيطر على المغرب الأقصى بالكامل، ولكنها قضت على دول الخوارج، قضت على دولة الأغالبة، فبالتالي أصبحوا وكأنهم إمبراطورية قادرة على أن توحد المغرب في كيان سياسي واحد. فإذن ما حصل في الأندلس على يد الذين ساروا في كل الجهات، وعلى أثر ما حصل من هذه التغيرات، فإن الأندلس الآن أصبح يحيط بها الذين يحاولون النيل من الحكم الأموي سواء داخل الأندلس أو خارج الأندلس. بالنسبة للفاطميين العبيديين، تبين لنا فيما بعد أنهم نظروا إلى المغرب وكأنها المحطة الأولى بالنسبة لهم، على الرغم من أنهم بنوا مدينة تمتلك كل مقومات المدينة المهمة المهدية نسبة إلى المهدي. لكن متى ما انتقل الفاطميون إلى عاصمتهم، فإنهم بدأوا ينظرون بعينين واسعتين، إحداها موجهة إلى الأندلس والأخرى إلى الخلافة العباسية. الخلافة العباسية بدأت تدخل في مرحلة ضعف، والأندلس تعيش مرحلة ضعف، حتى أن الحكام الأمويين في عهد الأمير عبد الله لم يكن راعي الغنم في مدينة قرطبة يجرؤ على رعي غنمه في ضواحي قرطبة، لأنها أصبحت غير آمنة. فبالتالي تدخلات الفاطميين بدأ يبني حلقة توفرت على يدي رجل نسميه نحن في المصادر الأندلسية بعمر ابن حفصون. عمر ابن حفصون لو حاولنا أن نبحث عن سيرته لما استغربنا أنه أهمل من قبل المؤرخين، لأن حياته كانت مرتبطة في البداية بحياة الفوضى والشغب. ولكي أقرب الصورة أصبحت أقول لطلابي أنه كان درباوي زمانه. فإذن لا نتوقع أن المؤرخين يهتمون بهذا الرجل. واتهم بأنه تسبب في قتل رجل في مدينة المرية، هرب إلى المغرب وعمل هناك صبيا لدى بزاز، أي أبيع الأقمشة ويخيط الثياب.
لكن عمر بن حفصون اشتهر فيما بعد، وحينما يشتهر المرء وكان المؤرخون قد أهملوه ولم يلتفتوا إليه في البداية، فإن المؤرخين سوف يدخلون في محاولة تعويض ما فاته، يحاولون أن يجمعوا معلومات من هنا ومن هنا ومن هناك. هذه العجالة قد تعطينا معلومات صحيحة ومعلومات خيالية كثيرة. نبدأها بأن رجلا كما يقول المؤرخون من أهل الأندلس كان قد ارتحل إلى تاهرت، وهناك رأى عمر بن حفصون، ويقال أنه أنبه كيف يترك الأندلس والمولدون في الأندلس ينتظرون قائدا. المؤرخون رووا هذه الرواية ولم يتساءلوا ويقول ما هي العلامة التي رآها الأندلسي في عمر بن حفصون لكي يرشحه وهو صبي لدى بياع أقمشة أو خياط ثياب. لكنهم يصورون صورة يقولون فيها أن عمر بن حفصون تبلغ الخبر وكان إلى جانب البزاز هذا خباز، يقدموا لنا صورة تفصيلية، يقولون أنه خطف خبزتين ووضعهما تحت ثيابه وأخذ يهرول، وحينما سأله البزاز إلى أين يا عمر؟ قال إلى الأندلس. دخل عمر بن حفصون إلى الأندلس وعاد إليه أصحابه القدامى، شلة الشغب والفوضى. إذا كان كل واحد سار في الأندلس فلماذا لا يسور ابن عبد عمر بن حفصون؟ لكن عمر بن حفصون بدأ يدخل في علاقات دولية مع النصارى في الشمال، وحتى هناك البعض من يقول أن البابا في روما حاول أن يساعده. إذا غدا إنسانا مهما. في الطرف الآخر الفاطميون رأوا فيه قنطرة يعبرون منها إلى الأندلس، برز نجمه في خلال هذه الفترة، لم نسمي سائرا فيما عدا عمر بن حفصون، لأن حركته بدأت متى؟ في عصر الأمير محمد، توفي عنها وسلمها للمنذر، ومنذر حتى أن بعض المؤرخين يقولون أن سبب وفاته هي بمؤامرة من عمر بن حفصون، أورثها لي الأمير عبد الله. فإذا أكمل عمر بن حفصون سلسلة الثوار، وغدت الأندلس أرض صراع فقد فيها الحكم الأموي أي بريق، ولذلك فإنهم نظروا أن مسألة سقوط الدولة الأموية هي مسألة وقت فقط. لأول مرة أنا نسمع أو نقرأ عن المنافسات بين أفراد البيت الأموي، لأول مرة يرشح شاب في العشرينيات المبكرة في حياته، ليس الابن الأكبر للأمير عبد الله ولكنه حفيد للأمير محمد. فإذن إذا كان الجميع تخلى عن الأندلس
فإنهم أتوا بهذه الضحية ليروا كيف يواجه هذا الشاب الصغير كل هذه السهام الموجهة إلى قرطبة وإلى الحكم الأموي. لكن هذا الشاب الصغير كتب الله على يده أن يكون الباني الثالث للأندلس، مثل ما بدأت كلامي أن محطات الأندلس مرتبطة بعبادلة الرحمن، عرفنا الأول الداخل، عرفنا الأوسط، الآن إن شاء الله في لقائنا القادم سوف نتعرف بإذن الله على عبد الرحمن الثالث.